وفرضت قوات الجيش السوري حصارا على مناطق تحصن المعارضة المسلحة في مدينة درعا والتطورات الميدانية في الجنوب السوري لا سيما في درعا. معنا هاتفيا من دمشق النائب ماهر الموقع عضو مجلس النواب السوري. سيد ماهر اهلا بك وهنا، كيف تبدو التطورات في الجنوب السوري وخاصة في حصار مدينة درعا، محاولة إخراج المسلحين المتواجدين، التسوية السلمية أو السياسية التي تتم من خلال إلقاء هؤلاء المسلحين لأسلحتهم الثقيلة وبالتالي خروجهم نهائيا من المدينة؟ تحية لك وللمشاهدين ولشعب مصر الشقيق والعظيم. اليوم تستمر قاطرة تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين ومن المجموعات المسلحة التي عاتت فسادا خلال سنوات سبع ماضية وأدت إلى دمار وخراب علمناه جميعا وتعلمونه جيدا. الجيش العربي السوري والقيادة في سوريا رفعت شعار المصالحات حقنا للدماء، وبالتالي طرحت مشروع المصالحة التي تعني أن يقوم هؤلاء المسلحين بإلقاء أسلحتهم والسماح للدولة السورية بأن تعيد سيطرتها على الأراضي السورية التي كانت تسيطر عليها تلك المجموعات. اليوم لم يتبقى إلا القليل من المنطقة الجنوبية من محافظة درعا التي تم تحريرها بالكامل، وأنا أؤكد هنا في هذا المجال على أن التحرير كان بسبب تعاون الأهالي الذين كانوا رهائن لدى المجموعات الإرهابية والذين وقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري وآزروه في عملية القضاء على هؤلاء الإرهابيين وتلك المجموعات المسلحة. الدولة السورية في طريقين، طريق الاستسلام وإلقاء السلاح وإجراء التسويات والمصالحات، وهذا شعار فتحته الدولة السورية منذ اليوم الأول لهذه الحرب الكونية التي دعت إلى أنه يفتح المجال للابن الضال أن يعود إلى الوطن وأن يحافظ على هذا الوطن وأن يحارب الإرهابيين، ومن لم يقبل بهذا فالأمر سيكون تحرير هذه الأراضي، وهذا حق للدولة السورية من أجل أن تستعيد السيطرة على كامل التراب السوري. نعم هناك انتصارات تتحقق يوميا وهناك محاولات من المجموعات الإرهابية التي يدعمها الكيان الصهيوني المحتل وتدعمها بعض الأطراف الإقليمية من أجل تحقيق بعض المكاسب التي يمكن أن تحصدها على الطاولة السياسية. هل سيد ماهر هنا يعني هذا التحقيق وهذا النصر ومحاصرة مدينة درعا، هل كان يعني ما حققه الجيش العربي السوري من انتصار أو نصر استراتيجي بعد أن سيطر على معبر نصيب الحدود مع الأردن هو الذي مهد لهذا الانتصار وهذا التطويق لمدينة درعا بالكامل؟ مدينة درعا ليست بالكامل بيد المجموعات الإرهابية، جزء من درعا، مدينة درعا بأيدي قوات الدولة ولم تخرج عن سيطرة الدولة خلال السنوات الماضية، وإنما أجزاء من درعا من أطراف من درعا تم سيطر عليها من قبل الإرهابيين، والآن تعمل الدولة من أجل استعادتها. مدينة درعا كمركز وكمحافظة، مركز محافظة، هي بيد الدولة السورية ولم تخرج عن سيطرة الدولة السورية خلال سنوات الحرب السبع الماضية، وإنما هناك أطراف من درعا، أجزاء من درعا هي الآن تسعى الدولة إلى استعادتها، وكثير من تلك المناطق دخلت في المصالحات بتسويات من أجل حقن الدماء السورية. طيب هنا ماذا سيد ماهر عن النازحين الذين خرجوا من مدينة درعا أثناء احتدام القتال؟ كيف يعودون مرة أخرى؟ يعني ما هي الطرق اللوجستية على الأرض لعودة هؤلاء النازحين ويقدر عددهم بالآلاف مرة أخرى إلى منازلهم ومساكنهم في درعا؟ عاد أغلب الذين نجحوا بفعل العمليات العسكرية وبفعل الأعمال الإجرامية التي كانت تمارسها تلك المجموعات الإرهابية على هؤلاء المواطنين. كل المدن والبلدات والقرى في محافظة درعا، وأنا هنا أريد أن أوضح أن محافظة درعا هي عبارة عن مدن متعددة وبلدات متعددة، وكل المدن والبلدات التي تم تحريرها عاد النازحون إليها
وشاركوا فرحتهم مع الجيش العربي السوري وعادوا إلى بيوتهم، والدولة تقوم بتأمين كل الخدمات لهؤلاء من أغذية ومن خدمات طبية وتأمين مستلزمات الحياة، إعادة الحياة إلى تلك البلدان بعد أن حاولت المجموعات الإرهابية أن تقتل إرادة الحياة فيها. لكن هذا الانتصار كان في إعادة هؤلاء، وآلاف النازحين الذين تتحدث عنهم عادوا إلى قراهم وبلدانهم ومدنهم، وهم الآن في تلك البلدان. وأعتقد أن وسائل الإعلام غربية ومحلية وإقليمية أنقل المشاعر الطيبة لهؤلاء الذين أكدوا على أن هؤلاء الإرهابيين الذين احتجزوهم خلال سنوات ماضية كدروع بشرية كانوا يمارسون عليهم أشد أنواع القهر والعذاب، وهم الآن سعيدون بإعادة الدولة سيطرتها على تلك المناطق وتأمين الخدمات لهم. أشكرك إذن من دمشق هاتفيا عضو مجلس النواب السوري النائب ماهر الموقع، أشكرك شكرا جزيلا.